انا ميري ممدوح، جايه معاكم هنا في مركز نبض. سمعت عنه في التي في وعجبني الفكره جدا، وحبيت اتاكد. وهم فعلا قدمت معاهم على البيج بتاعت الفيسبوك، وبعتوا لي على الواتساب وقبلوني معاهم في المسابقه بتاعت احلى عروسه مع مركز نبض. وانا ما كنتش مصدقه في الاول، بس لما جيت اتاكدت حقيقي ان نفسي ابقى احلى عروسه فعلا معاهم مع نبض. وانا واثقه ان ده هيحصل، لان انا بعاني من تساقط في الشعر والشعر الزائد وحبوب بسيطه في الوجه. ومعاهم ان شاء الله ده كله مش هيبقى موجود، وان شاء الله بعد الجلسات اشوفكم تاني. مساء الخير، انا اسمي شيماء، عندي 26 سنه، فرحي في شهر 8. فعرفت عيادات نبض من صحابي عشان هم كانوا على طول بيتعاملوا معاهم وكده، فكنت بشوفهم بقى بشرتهم حلوه ونضره ومن غير ميك اب وكده. فانا حابه ان انا كمان بعد فرحي ابقى ما احطش ميك اب والكلام ده. فدخلت على صفحه على بيج نبض واشتركت، وهم كلموني. بس بشتكي من ايه؟ بشتكي ان انا بشرتي صاحبه جدا، ولازم طول الوقت حتى ميك اب بلاشر الحاجات دي. فانا مش حابه اعمل الكلام ده خالص بعد الجواز، حابه ان انا كمان بعد الجواز بتبقى بشرتي صافيه ونضره وحلوه. فان شاء الله ان شاء الله هجرب الجلسات في عيادات نبض، وان شاء الله هتشوفوني بعد الجلسات النتيجه هتبقى ازاي. زي ما شفنا التقرير ده في ماري، انا شايفه ان ممكن تكون مشاكلها اقل من شيماء. ايه اصعب المشاكل اللي ممكن تواجه يعني، او احكي لنا على ماري كانت ايه مشكلتها وشيماء، وتحكي لنا كمان يعني ايه اصعب المشاكل اللي بتقابلك. تمام، ميري مشكلتها كانت عندها شويه حبوب تحت الجلد، دي بنقول عليها كوميدونا الاكلي، يعني نوع من انواع حبوب الشباب بس بتبقى تحت الجلد شويه، لونها ابيض كده، لونها ابيض تحت الجلد. تمام، فهي حلها ان انا اعمل لها فراكشنال ليزر، وانا اوريدي عملت لها فراكشنال ليزر، بس طلبت منها ان احنا محتاجين 3 جلسات ورا بعض عشان نوصل للبرفكت، ان تبقى النتيجه خلاص مرضيه ويبقى مفيش اي حبوب تحت دي الجلد. دي معلومه جديده ان حبوب الشباب مش بس تبقى فوق الجلد، لا كمان ممكن تبقى تحت الجلد. بالظبط كده. فعندي كمان اهم حاجه، بس اهم حاجه بعد ما عملت لها الليزر، في حاجه اسمها بوست ليزر تريتمنت. ياما ناس تقول لي انا عملت ليزر يا دكتور واتحرقت، انا مش عايزه فراكشنال. ناس كتير بتيجي لي العياده، لا 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 انا مش عايزه فراكشنال. طب ما انت حالتك لازم فراكشنال للحاله دي، بس هي خايفه من اثار ما بعد الليزر. احنا دلوقتي بقى عندنا حلول جميله جدا، حاجه اسمها بوست ليزر تريتمنت، بوست ليزر كريمز وجل ووش على فكره، يعني غسول بعد الليزر. ده بيلطف جدا الامور. بوست ليزر يعني بعد ما بعمل الحاجه باخد كريمز، او انت بتقولي لي على حاجات بشتريها. بالظبط كده. البوست ليزر ووش كمان بيلطف المشكله. انت عارفه ساعه الليزر بيبقى لسه فيه حرقان شويه واحمرار، كل ده بيبقى لطيف جدا. 3 ايام وتلاقي القشره وقعت، يعني اي حد عايز يخرج بعد الليزر باربع ايام انا المسؤوله يخرج، هي القشره هتقع، فمفيش مشكله. اربع ايام مفيش مشكله، 3 ايام هتلاقي القشره وقعت. فالموضوع سهل جدا في الليزر، عشان الناس اللي بتقلق من الليزر وحروق الليزر، اهم حاجه بس يبقى مركز كويس ودكتور شاطر اللي يقدر يشتغل على الجهاز. البارامترز بتاعت الجهاز للبشره البيضاء غير البشره الغامقه، غير البشره السمراء. دايما احنا ما بنحبش البشره الغامقه نعمل لها ليزر، في حاجات كتير كده بنبقى متفقين انا والبيشنت عليها، وببقى مظبطه الجهاز ونبتدي نشتغل. طب وشيماء يعني ماري كانت مشكلتها ان الحبوب. كمل لك على ميري الحبوب. وفي نفس الوقت شعرها كان بيقع شويه. فطلبت منها، هي كانت مرهقه جدا بالصبغه، فطلبت منها قلت لها يا ميري انت عملتي فحوصات؟ قالت لي يا دكتور انا عامله كل فحوصاتي الدنيا كويس. فانا اتاكدت ان المشكله كلها هي ارهاق من الصبغه. بدات احقن لها بلازما مع البلاسنتا، نتائجها حلوه جدا جدا. انا عايزه اقول لك في الحاله دي ممكن تحتاج جلستين اتنين والموضوع يبقى سهل جدا. ناخد بس يعني دواء بالبق كده، نبتدي بس نمشي عليه مع البلازما، موضوع 3 شهور وهتلاقي شعرها زي الفل رجع تاني. بس اهم حاجه ما ترهقوش تاني، هي بتعمل الوان. انت فاهمه الارهاق بالصبغات الشفت بتاع الشعر؟ انا اكتر واحده عارفه. الاشقر عموما دايما بياخد اكتر
اكتر من عندها مشكله ان شعر زايد برضو. عملنا لها ليزر هير ريموفال ازاله شعر، وقلنا لها ان انت هتمشي على الجلسات دي من جلسه كل شهر. هي مكلماني من كام يوم هتعمل السيشن الثانيه بتاعتها. تمام كده. دي بالنسبه لميري. البنوته الثانيه شيماء كان بقى مشكلتها على فكره، انت لو قربتي لبشرتها هي تفتقد النضاره بس. انا عملت لها حاجتين، قلت لها عشان احنا اتفقنا كتير قوي ان عشان تفتقد النضاره دي لازم اظبط حاجتين. لازم اظبط اعمل جلسه بلازما، وفي نفس الوقت اعمل تقشير في نفس الجلسه، وده اللي انا عملته لها فعلا. كان عندها هالات سودة، هالات لما بصيت للهالات لقيت مش مشكله انها حفره، هي المشكله ان في شويه هالات حوالين عينها. بس فعلا الهالات السودة دي بتروح يا دكتوره؟ والله بتروح، بس لازم نعرف اسبابها. كلنا لازم نبقى عارفين ايه سبب الهاله. هل الهاله مشكله حفره هحط فيها فيلر، لو أوكي. مشكله هالات عاديه بحقن فيها بلازما مع فيتامينز تفتح بتفتح جدا. عملت لها البلازما وعملت لها التقشير، وانتوا هتتفرجوا على النتيجه جميله جدا. طب تعالي بقى، احنا دلوقتي مجهزين لكم التقرير بتاع دكتوره هبه. دكتوره هبه في التقرير ده بتشتغل الحالات سواء ميري او شيماء، وتعالوا نروح نشوف عملنا ايه في العروسه دي. النهارده معايا ميري، حالة من الحالات اللي احنا اخترناها في حملة أحلى عروسة مع عيادات نبض. النهارده ميري كانت قايلة لي إنها بتشتكي من كذا حاجة مضايقينها جدا. إيه الحاجات اللي مضايقاها؟ كانت شعر زائد في الجسم، مضايقها جدا حبوب تحت الجلد وبتخليها مش عارفة تحط ميك اب، مش عارفة تخرج، مضايقاها جدا في وشها، مضايقاها كمان شعرها. كانت دايما تقول لي دكتور انا شعري يعني انا شفت بصراحه ان هي عامله له اجهاد بالصبغه، يعني كان مهم جدا. وحتى قلت لها نقلل من الصبغات الفتره الجايه كتير. قلت لها ما عملتيش فحوصات ولا عملتي؟ قالت لي يا دكتور هعمل، واتفقنا ان احنا هنعمل فحوصات وهنبتدي نشتغل شغلنا كامل ان شاء الله. دلوقتي هنبتدي نعمل ايه لميري؟ هعمل لها دلوقتي جلسه فراكشنال ليزر. الحبوب تحت الجلد دي نوع من انواع الاكني، من انواع حبوب الشباب، بتبتدي تعمل حاجه اسمها كوميدون الاكني، تبقى تحت الجلد زي روز بيضه كده تحت الجلد. ناس كتير وبنات كتير سامعاني دلوقتي عارفه انا بتكلم على ايه. الحبوب اللي تحت الجلد دي ببتدي اعمل ريسيرفسنج للسكن، او ارجع الجلد تاني لطبيعته تاني، بشيل طبقات الدهون الزياده دي. ببقى عايزه منها حاجات كتير، يعني انا ببتدي اشتغل بالجلسات الفراكشنال ليزر، بعمل جلسه كل شهر، المينيمم بتاعي 4 جلسات عشان اوصل لنتيجه ان انا اشيل اعمل حاجه اسمها كيراتوليتيك افكت للحبوب الصغيره اللي تحت الجلد دي. كمان الفراكشنال فيه مميزات كتير، ان هو هيحفز الكولاجين تحت الجلد وهيعمل لها نضارات جميله جدا. دلوقتي احنا مكملين مع ميري. لو تفتكروا انا كنت قايله لكم شكوتها، حبوب تحت الجلد، مشكله تانية في شعرها، عندها شعر زائد. دلوقتي انا فاكرين لما قلت لكم قد ايه هي جاهده شعرها بالالوان؟ الالوان دي بتاذي قوي فروه الراس وبتاذي الشعرايه. هنبتدي نحقن لها دلوقتي بلاسنتا. البلاسنتا عباره عن جروس فاكتورز بتتحقن دايركت في الشعر. انا حتى قلت لميري وانا بفحص شعرها، قلت لها يا ميري انت محتاجه حاجه للقشره نمشي عليها شويه عشان القشره كتير في شعرك. احنا دلوقتي بنكمل جلسات ميري. ميري كانت لو تفتكروا برضه مشكلتها في شعرها والشعر الزائد وحبوب تحت الجلد. هنبتدي نعمل جلسه الهير ريموفال. انا عندي احدث الاجهزه الموجوده في الماركت، هو جهاز الجنتل ليف اللي ناس كتير قوي بتسال عنه، الاليكس يا دكتور من احسن الاجهزه في ازاله الشعر، بيجيب نتائج حلوه قوي. ياما ناس بتعمل جلسات وتقول لي يا دكتور انا عملت 12 جلسه و13 جلسه، هي فين النتائج؟ لازم دكتور شاطر هو اللي يعمل الجلسه، ولازم يتحكم في الباور ويتحكم في نوع بشرتك وسمك الشعرايه، ده مهم جدا في الحاله دي. دلوقتي هنبتدي نعمل لها الجلسه بتاعتها. دلوقتي في حاجه بقى لفتت نظري انا وهي ميري ما اشتكتش منها خالص، ان هي لما تيجي تتحكي يا ميري قوي قوي اللثه بتبان زي ما انتم شايفين كده. انا العروسه الجميله انا عايزاها تبقى كلها جميله، فمالوش لازمه ان اللثه تبان والكلام ده. فانا محتاجه ان انا احقن لها بوتوكس، هحقن بوتوكس
بنسب معينة هينزل لها اللثة بشكل جميل وتبقى شكلها طبيعي خالص، بس نتيجتها ما بتبقاش فوري، نتيجتها بتبقى بعد اسبوعين. هي اكيد هتشوفها وهتشوفها في فستان فرحها وهتعرف قد ايه احنا اشتغلنا لها شغل جميل وعالجنا لها مشكلة اللثة. بكده نبقى خلصنا كل الحاجات اللي هي محتاجاها ميري، وان شاء الله تبقى احلى عروسة ان شاء الله، وهي اكيد هتقول لنا انها بقت فعلا احلى عروسة. شيماء دلوقتي عندها كذا مشكلة انا لاحظتها. شيماء بشرتها مش موحدة، فعلا بشرتها تفتقد النضارة، عندها كمان شوية هالات سودة بسيطة جدا حوالين عينها كلها. دلوقتي كلها هنقدر نعالجها وهنقول لها تنبسط وهتبقى احلى عروسة وهتكمل بنضارة. هو ده اللي انت تتمنيه صح؟ ان انت تكملي على طول عمرك وبشرتك نضرة. اوكي، ده اللي احنا هنقدر نعمله النهارده. شيماء بالنسبه لي انا تقييمي ليها شويه الحاجات اللي هي مضايقاها دي، هي برده ضايقتني، مش هكمل على كده انا، لا بالعكس انا هضيف حاجات تانية. انا عندي دلوقتي ايه اللي ممكن اقدر اعمله عشان اديها نضاره لبشرتها؟ بعمل جلسات البلازما. عندي انواع للبلازما، انتوا اكيد سمعتوا كلمه البلازما دي كتير قوي، وانا هقول لكم النهارده ان ياما بيشنت بتجي لي العياده وتقول لي يا دكتور انا عملت بلازما بس ما جابتش نتيجه. عارفين ما جابتش نتيجه عشان ايه؟ عشان اللي انا هعمله لشيماء دلوقتي. البلازما دي عينه دم باخدها وبفصلها في جهاز وبيطلع لي حاجه اسمها البليتليت ريتش بلازما. دي بلازما بتبقى غنيه جدا بالصفائح الدمويه، بحقنها فبتحفز الجروس فاكتورز اللي في قلب البشره والكولاجين اللي في قلب البشره. طب تخيلوا سطح البشره مش حلو، ملمسه مش حلو، شكله مش حلو، هل البلازما اللي انا حطيتها دي هيتستفيد هي بيها؟ اكيد لا، مش هتعرف تستفيد بيها طول ما سطح الجلد بتاعها مش نضر ومش جميل. فانا بشتغل بحاجتين، بشتغل جلسات بلازما مع جلسات تقشير، مع جلسه تقشير في نفس الجلسه تديني ان انا ظبطت البشره خارجيا وداخليا. عندكم كمان في حاجه، في انواع بقى للبلازما عشان تبقوا فاهمين، ومش كلمه بلازما بنقولها كده عشوائيه وخلاص. البلازما دي في بلازما عاديه خالص، باخد العينه من حضرتك وبفصلها في الجهاز وبحطها في تيوب عاديه جدا ما فيهاش اي فيتامين ما فيهاش اي حاجه خالص. في بلازما تانيه مجرد ما باخدها بضيف عليها انا البلاسينتا وبضيف عليها الميزوثيرابي وبضيف عليها فيتامين. في نوع من انواع البلازما الفرنساوي اللي هي الكيت، فيها هيلورونيك اسيد. الهيلورونيك اسيد انتوا عارفينه وعارفين قد ايه بيعمل نضاره. مجرد ما باخد العينه واحطها في الكيت نفسها وبفصلها وبرج التيوب، الهيلورونيك بيتضاف على البلازما فبيديني ملايين من الاضعاف ومن الملايين من الجروس فاكتورز اللي انا محتاجاه عشان تديني نضاره للبشره. فهنبتدي النهارده نوريكم لايف احنا ازاي بنحقن البلازما ونوريكم قد ايه هي بشرتها هتختلف. كده نبقى خلصنا لشيماء كل الحاجات اللي مضايقاها، وهنتفرج انا وهي على النتائج وهي هتقول لي ايه الاخبار بعد ما تقشر وشها ويرجع وشها اجمل من الاول بكتير.